حقيقي مش مجاز، مش مجاملة ولا صورة جمالية. أمي بعلنها بفخر وباعتزاز، أمي والداني في جرن المعمودية. كان ميلادي التاني فيكي، بيكي خدت جنسية سماوية ليا. أمي ومتربي على إيديكي، ليكي عندي غلاوة فعلا مش عادية. مهما أقول يا إكنسية، ده شوية ده قليل، إنتي مستشفى وتداوي العيال. حضن ليه أوي عليا، كل مشوار طريق، إنتي غالية مش رخيصة. أصبح ساكني، أصبحت متكرس لربي من السعادي، بزيت بستة وتلاتين رشمة دهني. عشان عليكي مش بهون، كنتي معايا في خطوة الأولى في إيماني. شكرا على سر الميرون، شكرا عملتي حاجات كتير جدا. مش مجرد رمز أو ذكرى وخلاص، جسد ودم حقيقي لعمان وإيل إلهنا، يعطى لغفران الخطايا والخلاص. كلام مهم ضروري يخطف انتباهنا،
وقت تعبي برضو يا كنيستي تراعيني، والشفا الحقيقي وياكي بنوله بالصلاة وبمسحة المرضى تداويني، وإن توب أكيد كده الشفا على أصوله. مهم إن الروح تطيب وتبقى خالية من التعب ومن الخطايا، ومفيش غير المسيح طبيب غفر الخطايا وحده مانح العطايا. اتحدنا في كتاب يا كنيستنا، ما احنا كنا اتنين وفيك بقينا واحد، واتبنت كنيسة تانية جوا بيتنا، والمسيح بنفسه فيها متواجد. عين نظيري في كل شيء لا اعلى مني او اقل، انما شريك حياة ورفيق طريق بساعده يساعدني نوصل للسماء. شكر خاص جدا من القلب لأبونا، لكل أب خدمنا بمحبة وأمانة، أبقنا لو نحتاج لهم بيسندونا، وفي الشدايد والمحن دايما معانا. حبيبتي مهما أعمل مستحيل أقدر على رد الكلمة.